ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا العرض ديال لو ديبلوم دو كالكول مونتال فريمون واحد العرض اللي هو سبيسيال. علاش؟ اول حاجه غادي تتعلم فريمون من ا حتى لزيد كيفاش غادي تخدم بلا باركوس، كيفاش غادي توصل ليماجيناسيون، كيفاش غادي تحسب مجموعه ديال لي زوبيراسيون في واحد الوقت اللي هو وجيز. غادي نعطيوك 21 تقنيه كيفاش غادي دير لو كالكول. غادي نعطيوك واحد التقنيه سميتها ان زان بلوس، فريمون كتعاص تاكسيليري فريمون لا فيتاس في الحساب. وهذا ماشي كلشي، غادي نعلمك كيفاش فريمون دير لو بروجي ديالك من ا حتى زد. بزاف ديال الاكاديميات والمدربين غادي يمشي لعندهم ويقول لك سيني معايا كونطرات وقديم تخلصني. لا، هنا غادي ندير واحد الطريقه ديال انني انت غادي دير لو بروغرام ديالك، انت غادي تخدم المشروع ديالك، انت قادر حيتاش انت عندك فكره، عندك تقدر تدرب، انت انسان تقدر فريمون. شنو يخصك؟ يخصك معلومات، يخصك تجربه. التجربه ديالي اللي دوزتها في 7 سنوات غادي نعطيها لي كامله في هاد لا فورماسيون هادي. فريمون خديت لا ديسيزيون انني ندربك لمده سنه، ما بغيتكش تاخد لي راكورسي، ما بغيتكش دير فورماسيون ديال 3 ايام، ما بغيتكش دير فورماسيون ديال ساعه ساعتين 3 سوايع. داكشي ما خدامش. غادي تمشيو وفي كل خطوه كيفاش تقري الاطفال وشنو غادي تدوز في كل يعني في كل اكتيفيتي، غادي نسمعوا جميع تعليق ديال الناس المدربين اللي غادي يكونوا معنا. حيت معنا في هاد الفورماسيون ايضا ناس اللي كيديروا لو كالكول مونطال، عندهم تجارب في واحد يعني في واحد لابارتي من هاد لي بارتي ديال تدريس الكالكول مونطال. دونك اش كتسنى فريمون؟ هاد لو بروغرام هذا اللي غادي تحصل فيه ايضا على كيفاش اتيري الزبناء ويكون عندك اكبر عدد ديال التسجيلات في الديجيتال ماركتينغ، اللي تقريبا كانت عندي فيه واحد اكسبيريونس على الاقل ديال واحد 6 سنين 7 سنين. وايضا كيفاش غادي تصنع الكتب ديال كل برامج ديالك، كيفاش غادي تنظم مسابقات كيلكو سوا في المدرسه ديالك، كيلكو سوا في الدار، كيلكو سوا وطنيه، كيلكو سوا دوليه. غادي نورمالمون تعرف من ا حتى زد كيفاش غادي دير وكيفاش تصيب برنامج. كيف ما قلت لك، تكون انت اللي متحكم في البروغرام ديالك، انت اللي كتزيد فيه وكتضيف فيه داكشي اللي بغيتي وكتطور. هاد لو ديبلوم دو كالكول مونطال فريمون سي اون اوبورتونيتي. هاد السيمانه فقط غادي يبقى هاد العرض هذا، حيتاش الثمن غادي يضاعف 3، غادي يرجع فريمون الثمن ديالو. فريمون هاد الثمن هذا اللي تقدر تشري به لبسه، ولا تكون هي خارج واحد لا سواري تضيعها، ولا هادي، ولا تبغي تشري هي شي حاجه اللي هي بسيطه غادي تمشي لك حتى، حيت هو سيريان. فريمون دون هاد العرض هذا على ودك انت، حيتاش فريمون كنعرفوك بانك فريمون بغيتي دير شي حاجه في هاد الدومين ديال التعليم، فريمون بغيتي دير لو بروجي ديالك، فريمون بغيتي تلقى شي واحد اللي غادي يوقف معاك من ا حتى زد. كيفاش غادي تصيب كتب ديالك، كيفاش غادي تاتيري لي كليون، كيفاش غادي دير اون مارك ديالك باش ما تبقاش تابع لشي اكاديميه ولا تابع لشي واحد اللي يبقى يسيني معاك كونطرا ديال 10 سنين 5 سنين. لا خلصني هادي، لا خلصني هادي، لا بيع شي عندي كتب. لا، غادي تخدموا بالطريقه ديالك وغادي نمشيو بحصه بحصه في مده سنه ان شاء الله، حصه حصه كيفاش غادي دير كل خطوه من كل خطوه من هاد الخطوات هذه بطريقه جماعيه وبواحد الانرجي واعره. والاضافه والواعره هو ان كل شيء، كل هاد التمارين اللي غادي يكونوا ان شاء الله، وكل هاد الحلقات وكل هاد الدروس غادي يكونوا مسجلين ايضا في واحد لو سيت ويب. غتبقى تدخل بواحد لو كود سري، هاد لو كود هذا كليك واحد غادي يكون عندك البرنامج كله. من بغيتي تعاودو، بغيتي تعاود تدرب، بغيتي مثلا ما حضرتيش شي حصه وبغيتي تراجع عليها، دونك هنايا غادي تلقى كلشي مسجل في السيت ويب، زائد جميع البرامج، جميع الاشياء اللي غادي تحتاج. فريمون هذا عرض خاص جدا، ما كاينش شي عرض اللي دار بحال هذا العرض هذا. نتحدى اي واحد يقول لي شي عرض المده ديال سنه بهاد الامتيازات كاملين وبهاد الثمن هذا موجود حاليا في شي دولة عربية ولا ايضا في العالم. دونك عرض خاص جدا، كليكي عما وما نضيعش هاد الفرصة هادي، حيتاش هاد ليكيب اللي غادي تخرج فريمون غادي تكون رائدة في هاد الدومين هذا ان شاء الله. اذا استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.